احنا في شركه ميفن مركزين جدا في فكره الفاليو فور ماني، وان احنا نبقى بنشتغل على القيمه الحقيقيه. من القيم اللي احنا بنحاول نهتم بيها هي زي ما احنا بنبني للعقارات عايزين نبني كمان الانسان. فاحنا مدركين ان دايما في كل الالعاب بيبقى فيه مواهب مش مكتشفه، فمن اهم الالعاب اللي احنا مركزين عليها هي كره السله. بحكم ان احنا لينا خبره في السوق الامريكي كشركه عقارات موجوده هناك، احنا شايفين ان كره السله لعبه مهمه جدا ومحتاجه ان في مصر يتم الاهتمام بيها ونقدر نطلع منها ابطال. فعشان كده فكرنا ان احنا نعمل مشروع لاكتشاف الموهوبين في كره السله. احنا في ميفن شايفين ان احنا مهتمين بالرياضه ككل، وبدانا بثلاث العاب. اول حاجه كره السله طبعا مع شراكتنا مع ان بي اي افريكا ومكتب ان بي اي في مصر، بان احنا عملنا مشروع اكتشاف الموهوبين في كره السله. كمان شغالين مع اكاديميه بولوسي للسكواش، شغالين على حاجه شبه المشروع ده برضو للاهتمام بتطوير لعبه السكواش في مصر. وكمان شغالين على رياضه الصيد مع اكاديميه صيد اسمها بروفين، شغالين برضو لدعمهم عشان نطلع ابطال في رياضه الصيد في مصر. طبعا في اكتر من لعب، في يمكن 4 أو 5 بنات مجتهدين جدا ومميزين جدا، وفي تقريبا 9 أو 10 ولاد كمان مميزين جدا، واعتقد ان ممكن حد منهم يكمل في كره السله ويلعب في منتخب مصر، واعتقد ان في 2 أو 3 لعيبه كمان ممكن يوصلوا لان هم يلعبوا في الـ NBA نفسها.